بيتهكموا علينا لما منقول ما خلونا. للأسف إنه الموجهين والممولين حولوا 17 تشرين ضدنا وحدة ورفضوا يقروا قانون الكابيتال كنترول يلي بيمنع تحويل الأموال للخارج. ما بتتأمن المناصفة الفعلية والتمثيل النيابي الصحيح إلا بالقانون المسمى أرثوذكسي. رح نبقى نحن الثورة الحقيقية. كل يوم بيحطوا عرقلة لما يخلوكم تستردوا أموالكم. يعيركم بالتحالفات الانتخابية. دغرش بقوه بسؤال عن تحالفاته. كفر